العريس الذي أدنى كل القلوب. انظر في واقعة مأساوية، عريس بالبدرشين يفقد حياته أثناء تبييض أسنانه واستعدادا للزفاف. في واقعة مأساوية صادمة شهدتها منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة المصرية، انتهت قصة حب محمود وخطيبته أمنية، وإذ دل الستار عليها بوفاة محمود. نعم، ليس بسبب حادث أليم أو صراع مع المرض، وإنما بعد أن ذهب العريس إلى عيادة لتبييض أسنانه وتنظيفها قبل حفل الزفاف. بداية القصة عندما قرر العريس محمود زهران الطويل البالغ من العمر 25 عاما الذهاب إلى طبيب الأسنان بهدف تجهيزه نفسه للمناسبة السعيدة وهو حفل زفافه، ولكنه تعرض لنزيف حاد أثناء عملية التنظيف، وعلى الرغم من محاولات الطبيبة لإنقاذه لم يتمكن من إيقاف النزيف. وفقا لوسائل محلية مصرية، وبارك محمود الحياة قبل تحقيق حلمه بالزفاف، واستبدلت بدلة العريس بالكفن. العريس الراحل حاصل على شهادة كلية الحسابات والذكاء الاصطناعي من جامعة حلوان، وكان يقيم في مركز البدرشين بمحافظة الجيزة. ارتبط محمود بالفتاة التي أحبها أمنية وعاش قصة حب، وفي بداية نوفمبر في العام الماضي وافقت أسرتها على الخطوبة. كان الشاب يسعى باستمرار لتطوير نفسه والاستعداد للزواج، وجرى تحديد موعد حفل الزفاف الشهر المقبل. وفاة العريس المفاجأة ألقت بظلال الحزن على أهالي قرية البدرشين، حيث تفاعل أصدقائه وأقاربه مع منشور قديم كتبه زهران على صفحته الشخصية قبل وفاته بثلاث شهور، أبدى فيه قلقه من كثرة حالات الوفاة من حوله، وكتب قائلا: كمية إن لله وإنا إليه راجعون مخيفة جدا، وكأنه موسم سقوط الأرواح من أجسادها، وفاة تلو الأخرى وجنائز لا تنتهي، رائحة الموت تبوح في كل مكان. ربي إن كنا القادمون فأحسن خاتمتنا وتوفنا وأنت راضي عنا. يا الله يا عظيم يا ملك الملوك ورب الأرباب، نعم ما أحد الناجين من حادثة حفلة اللي هو جامعة الجلالة، إحنا الناجين. وأحد الناجين من حادثة حفلة الجلالة يروي تفاصيل مبزعة ويقول: في جديد انقلاب حافلة. نعم نعم نعم، انقلاب حافلة. أين إلى أين هذا الصمود الرهيب؟ إلى أين هذا الصمود الرهيب؟ ولماذا يجعل كل ذلك؟ لدينا كلام كثير ولدينا كلام غير معقول. الكل ينتظر، نعم الكل ينتظر، ولكن كيف تكون مستعدا وقت عندما يأتي إليك وهو ملاك الموت يطلب روحك؟ هل أنت مستعد؟ هل أنت منتظر؟ هل أنت في انتظار؟ نعم، لابد أن تعلن الحقيقة الكاملة. حقا حقا أنت على المقاييس كلها. نعم، نحن ننتظر دائما الأحداث أن تكون قريبة منا، كلنا في ظلال الموت، كلنا تحت الموت. حقا حقا وألف حقا، إن أمور محزنة وأمور مؤسفة وأمور يقول أنها في لعنة، في جديد حادث انفلات أو انقلاب حافلة جامعة الجلالة الأليم على طريق السويس العين السخنة في مصر، والذي أسفر عن مقتل 12 طالبا وإصابة 29 آخرون بجروح. كشف أحد الطلاب الناجين من حادثة أو حادث جامعة الجلالة تفاصيل جديدة عن الحادثة، ونشر خالد محمد طالب كلية طب الأسنان بحافلة جامعة الجلالة
عبر حسابه على الموقع التواصل الاجتماعي ماذا يريد وماذا قال بموقع التواصل تيك توك، فقائلا أنا كنت في الباص اللي عمل الحادث وكنت طالع من الجامعة زي كل يوم، والمفروض إن في باص 14 راكب بيحمل يعني بيشيل الناس، واليوم ده لقيت أتوبيس 50 فرد هو اللي عمل الحادث. وقال خالد إنه استغرق في النوم 10 دقائق إلا أنه استيقظ على أصوات صراخ واشتم رائحة شياط. وأضاف الناجي من الحادث جامعة الجلالة: كلنا قلنا للسواق يقف عشان في ريحة شياط، وهو قال لنا لا ده عادي، والظاهر إن كان في مشكلة في الفرامل وهو كان عارف كده بس مرضيش يقول. وعند منعطف الطريق السواق خده والباص انقلبت بينا 3 مرات واستكمل. كنت من الجانب التاني من الأوتوبيس والحمد لله قدرت اخرج من الأوتوبيس، ولكن في ناس كتير معرفتش تخرج، ومنهم اللي توفى واللي اتصاب، وربنا يرحم اللي ماتوا ويصبر اهاليهم. وانا وخمسة فقط اللي طالعين من الحادث بكدمات. يا للألم، يا للحزن، يا لوجع القلب. ليه كل الكلام ده؟ ليه مفيش اهتمام؟ هذا الشخص، هذا المدرس الذي لابد وأن يكون راعي، راعي، ويكون إنه مارس الرذيلة مع 93 فتاة وسيدة، نظر استئناف طبيب رود الفرج على حكم إعدامه اليوم. نعم، تعقد محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس أولى جلسات الاستئناف المقدم من طبيب ربيع رود الفرج المتهم بهتك أرج 93 امرأة على حكم إعدامه. استئناف طبيب رود الفرج، وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية أصدرت حكما على الطبيب المتهم يهتك أرج 93 امرأة والمعروف إعلاميا بطبيب رود الفرج بالإعدام شنقا. بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية صدر الحكم برئاسة المستشار نجاتي حبيب أبو الخير وعضوي المستشارين أيمن عبد الرازق ومحمد الشبيني وبحضور أحمد خضر وكيل النيابة قضية طبيب رود البرك. وكانت أقوال ضحايا طبيب رود البرك والتحقيقات كشفت عن وقائع مأساوية أبرزها إجبار الطبيب الفتيات القصيرات والسيدات على ممارستها الفاحشة، إضافة إلى تحرير وتخدير عدد منهم ومفقتهم ويوقعهم دون رغبتهم. ولكن كانت النقطة الفاصلة في هذه الواقعة بلاغ من إحدى ضحاياه التي أقرت بأن الطبيبة مجرد علمه بحملها سوامها وروادها عن نفسها وأبدى رغبته في ممارسة الرذيلة معها مقابل عدم فضح أمرها لأهلها. ولم يكتفي طبيب رود البرك بذلك، بل صور مقاطع فيديو للمجني عليها خلال ممارسة الرذيلة معها بغرض مساومتها ومراودتها عن نفسها وإجبارها على الاستمرار في العلاقة معه. وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار الطبيب وتفتيش العيادة محل الواقعة، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وجرى ضبط الطبيب والتحفظ على كاميرات المراقبة وكذا هاتف الطبيب وبفحص الهاتف المحمول وهارد جهاز الكمبيوتر الخاص بالطبيب. تبين احتواء على مقاطع فيديو وصور توثق إقامته بعلاقات جنسية مع كبير من السيدات تحت تأثير المخدر دون علمهم. فقررت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية، واستدعت السيدات التي ظهرن فيها الصور والفيديوهات ووجدهن بما ضبطت من مقاطع فيديو لدى الطبيب خلال ممارسة الرذيلة. هذا الشخص الذي إن شاء الله ياخد إعدام هو واللي جابوه واللي جابوه واللي جابوه. لا تنسوا تشتركوا بقناتكم قناة الملك.